مع اقتراب موعد صلاة الجمعة يتقاطر المصلون على المعبد اليهودي في راستن. هؤلاء اعتادوا على إقامة الصلاة في مسجد قريب، لكن ازدياد عدد المسلمين حمل القائمين على المسجد للبحث عن بدائل أخرى. بينما يلقي الإمام محمد خطبة الجمعة في إحدى قاعات الكنيسة اليهودي، يقف الراباي روبرت منصتا. العلاقة بين الرجلين قديمة قدم العلاقة بين مؤسستيهما الدينيتين، فمنذ عقد من الزمن يقوم حوار بين الجانبين حول القضايا الدينية مهد الطريق أمام تطويع الكنيسة في خدمة المسلمين. التسامح الديني القائم أتاح الشروع في حوار حول قضايا شائكة. بالطبع نناقش القضايا السياسية، ولكن ليس كغاية. فغايتنا ليست الاتفاق على خطة للتقسيم بين فلسطين وإسرائيل، بل التركيز على إيمان كل منا والتعاليم حول القضايا المختلفة. إقامة صلاة الجمعة في كنيسة يهودي سابقة في الولايات المتحدة. الراباي روبرت يذكر بأن البادرة تنسجم مع تعاليم النبي أشعيا الذي حث على أن تكون المعابد بيوت صلاة لجميع الناس، بينما يلفت الإمام محمد إلى استنادها إلى فتوى تجيز الصلاة في بيوت الله يهودية كانت أم مسيحية. يقول الإمام محمد إن الإسلام في أمريكا أكثر دين يساء فهمه، وقد تعمد البعض الإساءة إليه بعد 11 سبتمبر. المفارقة أن العلاقة بين الجاليتين المسلمة واليهودية توطدت في تلك الفترة عندما آزر الكنيس المسجد بعيد تعرضه لعمل تخريبي، وتفرعت العلاقة لتشمل الهموم المشتركة. أهم شيء في العلاقة هذه هو أننا نقوم بالتعاون في القضايا المشتركة التي تهم الجالية عموما، أقصد يعني جالية في هذه المنطقة إذا كانت مسلمة أو يهودية، في قضايا الصحة، في قضايا المتشردين الهوملس بسموهم، قضايا هذه الأزمة الاقتصادية الحالية الآن أثرت على الجالية من الجالية المسلمة أو الجالية اليهودية أيضا. في زمن تغلب عليه العداوات يلتقي مسلمون من أجناس مختلفة تحت سقف كنيس يهودي لأداء صلاة الجمعة، مشهد لم يتخيله حتى النبي أشعيا، كما يقول الراباي روبرت.